با تشکر از استاد گرامی آقای رحیم بندویی و از همه ملت بلوچستان. على كل حال محمد ومنصور الاهوازي هم اكبر من شعر واكبر من قصيده، ولكن يقولون الشعر قاموس العرب، والعرب كل وقت يعبرون بمشاعرهم من خلال الشعر. وهناك مستشرق يدرس الأمة العربية ويقول: لو اعتبرنا كل من قال بيتا من الشعر شاعرا لاستطعنا أن نقول الأمة العربية كلها شعراء. بالتالي إذا كان في نقص بكلماتي أرجو المسامحة، خاصة من الأخت نهلة والأخت نهاية وأستاذنا الفاضل شيخ محمد كاظم الخاقاني. أنا أهدي هذه الكلمات للشهيد محمد نواصري اللي رفاقه بالداخل، خاصة المثابرين في النضال في الساحة الميدانية، كما أهديه لكل الشعب الأهوازي البطل. عام يمر النوى والحزن والوهل. طبعا عامين على محمد، ولكن لأجل يأتي الشعر مع الوزن. عكوكبا في العلا قد صار منزله، والتاريخ يفنى له والمجد والنبل. نال العلا شرفا من صار في ركبه، والشعب غنى له والصبح والأمل. بحر من القيم، بحر من القيم والحل والحكم. وفي النضال همام يضرب به المثل. نبع الرجولة كلها والعز مصدره. نبع الرجولة كلها والعز مصدره. وما كل من يدعي أهلا لها رجل، وما كل من يدعي أهلا لها رجل. فخرت به الأوطان والشعب ناشده، والأجيال ترقى لها في نهجه السبل. والأجيال تلقى لها في نهجه السبل. أبا وائل لم تمت تلقى الشامخ الصرمد. ولا يموت كمن فيه مثلك الخصل. فما عجبت لموت إذ أتاك مبكرا. فما عجبت لموت إذ أتاك مبكرا. فمطلب الموت دوما الأقر الأكرم البطل. تلك فعال الدهر ما من غريب لها. تلك فعال الدهر ما من غريب بها. بل القريب إذا بالطبع يدفن الجبل. تلك فعال الدهر ما من قريب بها، بل القريب إذا بالقبر يدفن الجبل. يعز الفراق على شعب سعيت له وتعز على الصحافة أقلامها الأسل. وتعز على الصحافة أقلامها الأسل. أهواز كم من دماء
سالت لك شرفا وكم للجراح مواط وكم للجراح مواطن وكم للجراح مواطن فيك وللمآسي أهل يا كعبة يا كعبة العشق أهواز يا أهواز يا كعبة العشق قربانانها هنا يا كعبة العشق قربانانها هنا في موسم الحب بالروح ما بخلوا في موسم الحب بالروح ما بخلوا بالروح ما بخلوا.